إيناس سيد مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. هذا المؤتمر هو مؤتمر من أجل الشراكة العربية الأفريقية في مجال تمكين النساء السياسي، وهو جاء بدعوة من البرلمانيات العربيات والأفريقيات، رابطة الشيوخ بمجالس الشورى في أفريقيا والوطن العربي، ليعقد أعماله بمقر جامعة الدول العربية على أرض مصر في هذه اللحظة الهامة التي مصر تستعد فيها لإجراء الانتخابات التشريعية، وأفضل السبل الممارسة على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والأفريقي لتمكين النساء من دخول البرلمانات، وما هي أجندة النساء على البرلمان القادم وعلى البرلمانات العربية الحديثة العهد وأيضا الإفريقية، ومناقشة كيفية تعزيز سبل التعاون العربي الإفريقي في مجال تعزيز مكاسب المرأة على المستوى السياسي. أنا شايف يمكن قاد المؤتمر النهاردة في ظل انتخابات مجلس النواب، إيه التوصيات هتطلع بها من المؤتمر إن شاء الله؟ في جلسة ثانية بكرة إن شاء الله؟ إن شاء الله في جلسة صباحا ومساء، وأعتقد أن التوصيات سيكون أمرها غدا إن شاء الله، ومناقشتها من أجل خلق شبكة عربية إفريقية في مجال تعزيز وتمكين النساء، وبصفة خاصة أن المجموعة العربية لديها موقف الآن، ألا وهو إعلان القاهرة لأجندة المرأة لما بعد 2015 اللي تم اعتماده هنا في مبنى جامعة الدول العربية من قبل السيدات والسادة الوزراء المعنيين بقضايا المرأة، واللي تم اعتماده أيضا في نيويورك في لجنة وضع المرأة، ولدى المجموعة الإفريقية وهي تحتفل بعام للمرأة العربية خطة لأجندة إفريقيا للمرأة تبدأ في عام 2013 وتنتهي في عام 2063 ولمدة 50 عاما من أجل المرأة في إفريقيا. شايف أن المرأة المصرية خدت وضعها في عهد السيد الرئيس السيسي؟ أعتقد أن المرأة المصرية هناك دعم سياسي واضح وبشكل أساسي لها، بداية من إصدار قوانين كنا ننتظرها منذ سنوات، وأهمها مناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، و الحقيقة مواقفه في عدد في مناسبات متعددة، بداية من تلك المرأة التي تم الاعتداء عليها وهذا رمز، إلى إعلانه أن المرأة سوف تأخذ حظها ويعني ليس فقط حظها ولكن حقها في مقاعد البرلمان القادم، وأن نصيب كبير من التعيينات في البرلمان القادم سيكون من حظ النساء والشباب، وهذا أمر في غاية الأهمية. ليه ما يكونش دور للمرأة للمجلس لساتك يعني للجنة بتاعتكم جولات في المحافظات؟ وانت عارفة طبعا يعني احنا مجتمعنا الصعيد كله رجولي اكتر من السيدات، يعني بتبقى مرفوضة شوية، يعني ازاي تدعموا المرأة في الصعيد؟ الحقيقة نحن لجنة المرأة العربية تعمل على المستوى العربي، ونستهدف النساء في مواقع متعددة منها المناطق المهمشة بالتأكيد، وأيضا مناطق النزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار. نحن نستهدف المرأة في فلسطين، ونستهدف المرأة في سوريا وفي اليمن، كيف نحافظ على الأرواح، كيف نصل بالوعي السياسي للمرأة في صعيد مصر، وكيف نصل بها في المناطق البعيدة من موريتانيا وجزر القمر. وهذه لجنة عربية شاملة واسعة تعمل من خلال سياسات واستراتيجيات وخطط عمل ومتابعة من الدول الأعضاء، ومن خلال الآليات الوطنية ومجلس القومي للمرأة نموذج في مصر على سبيل المثال. يعني شايف النهاردة في وفود من أكثر من دولة سيدات، إيه الدول اللي حضرت النهاردة؟ لا، هو النهاردة في عدد من الدول الأفريقية يتجاوز 14 دولة إفريقية وسبع دول عربية، أيضا ليس فقط الدول العربية الإفريقية ولكن أيضا دول عربية من قارة آسيا، البحرين معانا،
اليوم اليمن معانا، الأردن معانا، وعدد آخر من الدول العربية، إلى جانب مصر والجزائر وتونس والصومال والسودان وجنوب السودان، وزي ما حضرتك شفت الجابون موجود، أمريكا، جنوب إفريقيا موجود، عدد كبير من الدول اللي بتيجي مصر في هذه المرحلة تعقد اجتماعاتها بدعوة من جامعة الدول العربية في ظل شكل جديد نتوخاه للمنطقة العربية، ودائما مصر نموذج. ما فيش نية لعقد مؤتمرات زي اللي حصل النهاردة في بعض الدول العربية تاني، أو تبادل المؤتمرات؟ الحقيقة نحن هذا الاجتماع هو الخامس في ظل 10 أيام، وأولهم كانت لجنة المرأة العربية باجتماعاتها المتعددة، ثم المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الوزاري حول تقييم بيجين بعد 20 سنة، أيضا كان على نيل القاهرة هنا لكي يرفع تقريره إلى لجنة الوضع المرأة في نيويورك في مارس القادم، ومن ثم وضعه واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. بالأمس كان هناك اجتماع لسيدات الأعمال على المستوى الدولي انعقد هنا في جامعة الدول العربية بحضور مكثف من دول جنوب، يعني زي ما يطلق عليه التعاون جنوب جنوب، من الهند والبرازيل ودول أمريكا الجنوبية، وأيضا مع المجموعات الأوروبية والأسيوية كان حضورا طاغيا، والمنظمات صاحبة العلاقة، المؤسسات المانحة والقطاع الخاص، شركات المتعددة الجنسيات، من أجل خلق شبكة على المستوى الدولي لدعم النساء من خلال التمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وده تمهيدا أيضا يدخل في إطار التمهيد للمؤتمر الاقتصادي الذي سوف ينعقد في مصر في مارس القادم إن شاء الله. اليوم الاجتماع هو عربي إفريقي في داخل جامعة الدول العربية، يتوخى تمكينا سياسيا للنساء في البرلمانات القادمة، وكيفية تبادل الخبرات والعمل معا من أجل شبكة عربية إفريقية لتعزيز وضع النساء في البرلمانات.